السؤال، مين كاميلا هاريس؟ كاميلا هاريس مواطنة أمريكية من أم هندية، اشتغلت طبيبة، والدتها كانت طبيبة علاج أورام سرطانية، أورام ثدي، وأب من جامايكا عالم في الاقتصاد. كاميلا اتولدت سنة 1964 في كاليفورنيا، درست القانون، تدرجت في المناصب لحد ما تم انتخابها مدعي عام لمدينة سان فرانسيسكو سنة 2003، ثم مدعي عام لولاية كاليفورنيا سنة 2010 وسنة 2014، ده غير انها زوجة للمحامي الامريكي دوغلاس إمهوف، وهو يهودي الديانة. كده الحقيقة، هل الاصوات اليهود اتقسمت؟ الله اعلم. الحقيقة بتدعم هاريس قضايا حق المرأة في الاجهاض، حق الدفاع عن المثليين، وحماية البيئة، ودي القضايا اللي بيرفضها ترامب تماما، وبيرفض انه هو يدعمها، لانه بيرفض الاجهاض وبيرفض المثليين، وانسحب من اتفاقية المناخ وقت ما كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ممكن نقف هنا عن تصريحات إيلون ماسك على منصة إكس يوم 22 يوليو 2024، تعليقا على إعلان ألكسندر سوروس ابن جورج سوروس دعمه لهاريس. ماسك قال في تعليقه: أشكر ألكسندر سوروس لأنه لم يجعل أحد يشك في هوية دميته التالية. ده كلام بقى ايه، دخلنا تاني في نظرية المؤامرة. معنى الكلام ان حضور كاميلا للمشهد مش صدفة، والحقيقة مش حل لأزمة تدهور صحي بايدن والضغوط عليه لخروجه من المشهد، لا، ده في تخطيط زي ما إيلون ماسك بيقول لإحضار كاميلا للمشهد، وإنها وسيلة من وسائل تنفيذ مخططات عائلة سوروس. اللي مش فاكر مين جورج سوروس، أفكره إن واحد من شبكة مديري العالم، متهم بتمويل ثورات المنطقة العربية، مش بس كده، لكنه كتب مقال سنة 1993 كان بيتكلم فيه عن اللي بيحصل في العالم من سيادة أمريكا لهذا العالم والحلف الناتو وضرورة مواجهة روسيا في أوكرانيا وإطالة أمد الصراع كنوع من أنواع استنزاف روسيا. وده الحقيقة اللي حصل النهاردة، بينما هذا المقال منشور سنة 1993، يعني بعد سنتين من تفكك الاتحاد السوفيتي. يبقى إيه علاقة كاميلا بسورس بمسلسل سيمسون؟ مجرد تساؤلات زينا زي الأمريكان بنطرحها. بعيدا عن كل ده، حقف مع حضراتكم عند القضية الأهم والأكثر جدلا بالنسبة للناس اللي فهم السياسة من غير دعاية جوفاء، ونسأل سؤال واضح: هل يدرك الأمريكان إنهم عايشين وهم اسمه الديمقراطية، وإنهم بيتحركوا في دوائر مرسومة لهم؟ ثم هل صورة الديمقراطية الأمريكية اللي رسمتها الإدارات المتعاقبة للأمريكان والعالم في خطر؟ خلي بالك، المنافسة السابقة كانت بتدور ما بين اتنين، المفترض إن الديمقراطية لو بصحتها وعافيتها ترفضهم إن هم ياخدوا الانتخابات، كان واحد مريض والتاني مدان قضائياً. المنافسة الحالية بتدور برضو ما بين نائب رئيس بتتوصف أنها دمية في إيد أفراد معروف دورهم في أحداث العالم، وبين نفس المدان في القضايا. يبقى فين الديمقراطية؟ ويكون السؤال: وماذا بعد؟ ماذا بعد وانت عندك حزبين ما بيخرجش منهم الرئيس الأمريكي من يوم ما عملوا أمريكا، برموزهم الفيل والحمار، وما فيش صوت يعلو على أصواتهم رغم وجود أحزاب تانية زي حزب الليبرتاري وزي حزب الخضر وزي حزب الدستور، والأمريكيين مقسومين ما بين الحزبين الكبار بالضبط زي فكرة الأهلي والزمالك. الأمريكان بيتكلموا النهاردة عن عدم ثقتهم في الديمقراطية والانتخابات وعدم ثقتهم في بعضهم، في حالة استقطاب سياسي واجتماعي وثقافي في أمريكا بتهدد المجتمع وبتهدد وحدة الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن الأبحاث السياسية بتقول أن نسبة الأمريكيين اللي أعربوا عن ثقتهم في حكومتهم لا تتجاوز 30% من سنة 2007، وأن ده بيوازي النسب الموجودة في بلاد تعتبرها أمريكا من دول العالم الثالث زي أرمينيا وكرواتيا ونيجيريا. ونشرت الصحافة العالمية تحليلات الباحثين الأمريكيين للديمقراطية الأمريكية، ومنهم تحليل الباحثة فانيسا ويليامسون من مؤسسة بروكينجز. تتعجب لما تقرأ رأيها من أن الديمقراطية الأمريكية ضعفت لسببين: نمرة واحد، التلاعب بالانتخابات، أو والله ده أمريكا، التلاعب بالانتخابات وتضخم قوة الحكومة اللي هي السلطة التنفيذية. وقالت أنه بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 حاول ترامب قبل خروجه من البيت الأبيض تخريب النتائج والبقاء في المنصب. ده غير أنه من سنة 2010
أصبحت قوانين الانتخابات بتصعب وصول الناخبين لصناديق الانتخابات، وأصبح هناك في تسييس لإدارة الانتخابات ومنع المنافسة الانتخابية بالتلاعب في الدوائر الانتخابية. ودي تقارير بحثية مش آراء معارضة. مش بس كده، لكن القصة مش وليدة النهاردة، لأن لها جذور لما اتحط نظام الحكم في أمريكا من خلال العائلات الغنية وصاحبة النفوذ. ووقتها كان 6% من الأمريكيين بس هم اللي لهم حق التصويت، ولحد سنة 65 كان السود ممنوعين من التصويت، وده اللي كان حاصل في أوروبا كمان. لكن أوروبا طورت قوانينها، ومن هنا لحد 5 نوفمبر 24 هيكون من حقنا نتفرج ونسأل، يا ترى هيقدر الأمريكان تصحيح مسار ديمقراطيتهم، ولا هيفضلوا أرقام تخدم الصورة اللي رسمتها النخبة الأمريكية لمظاهر الديمقراطية؟ الحقيقة هيفضل ده شأن الأمريكان الداخلي هم لوحدهم، وهم أحرار فيه، يقرروا فيه زي ما هم عايزين. لكن هيفضل من حقنا إعلانها بصوت عالي وبوعي لعيالنا وأجيال يمكن ما نلحقش نتكلم معاها. خلوا بالكم من بلادكم، وإياكم تصدقوا إن كل حاجة عندكم مش صح، وإنهم بره بيملكوا الصورة المثالية في كل شيء. اسعوا تخلوا بلدكم حلوة وأحلى، وإياكم تتخلوا عن دعمها مهما كانت الزن على الودان اللي بيتعامل معاكم.